مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الموضوع ديال إبراهيم سعدون، لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو وتبعوا الظرفية الصعبة اللي مررنا إبراهيم وكذلك العائلة ديالو. وضعنا الفيديو، تناولوا معنا الأب ديالو، روى معنا القصة من الأول، حيتيات القضية حتى الأخير. الخبر الجديد صار هو اليوم، يلا توصلت به اليوم، غادي يكون إن شاء الله إلا بغى الله عز وجل إبراهيم سعدون في المغرب. بالضبط غادي يكون في مطار محمد الخامس، طبيعة الحال من طائرة ديال، غادي يكون عنده من الرياض للدار البيضاء في الطائرة ديال السعودية. اليوم على الساعة 8 أو 8:30 سوف يكون إلا بغى الله عز وجل إبراهيم سعدون في أرض الوطن وبين أحضان والديه. مشاهدينا الكرام، ما يهمنا أكثر في الموضوع هو نقل الخبر بصدق وبأمانة، وكذلك أننا ننور الرأي العام